Good morning, my students. Look at this picture. We have a clock. في قدامنا ساعة. بدنا اليوم نراجع مع بعض كيف ممكن إحنا نحكي كم الساعة بالإنجليش. كيف نميز بين minute hand and hour hand. Okay. هلأ minute hand اللي هي أو هو عقرب الدقائق. عقرب شو؟ الدقائق. وعقرب الدقائق دائما بيكون طويل. Okay. This is the minute hand. And this is the hour hand اللي هو عقرب الساعات. عقرب الساعات هو بيكون العقرب القصير. دائما وأبدا يا طلاب الحلوين لما نيجي نحكي الساعة بالإنجليش لازم نتطلع على العقرب الطويل اللي هو minute hand عقرب الدقائق. لازم أول إشي نتطلع عليه نعرف على شو هو محدد، بعدين نتطلع على عقرب الساعات اللي هو our hand. أوكي؟ أوكي؟ now أول شيء وأهم شيء لازم إحنا نتطلع عليه أو نعرفه اللي هو تماماً o'clock o'clock تماماً o'clock تماماً. ودائماً بيكون العقرب الطويل the minute hand على number 12 على رقم 12. لما يكون العقرب الطويل اللي هو عقرب الدقائق على 12 معناته أنا الساعة عندي تماماً، لا يوجد ولا دقيقة زيادة تماماً. o'clock اللي هي بمعنى تماماً. لو بالهلأ بدنا نحكي كم الساعة هلأ نتطلع على minute hand على o'clock and the hour hand for the time is, what's the time now? The time is 4 o'clock. It's 4 o'clock. الساعة الرابعة تماما. الرابعة تماما. Okay? Now, number 6. Number 6. إذا كان عقرب الدقائق الطويل minute hand موجه على 6 معناته half past، و L بهاي الكلمة هي silent. Half past بمعنى ونصف. Half past بمعنى ونصف. ونصف. Okay. Half past بمعنى ونصف. لو نحكي هلأ إنه minute hand على 6 ونخلي our hand على مكانه بتكون الساعة كم؟ What's the time? Excellent. It's half past four. Half past four. What's the time now? It's half past four. الساعة الرابعة والنصف. دائما وأبدا بحكي لكم يا طلابي متى إحنا بنحكي الرقم بالأول؟ فقط لما تكون الساعة تماما، لأنه already ما في دقائق نذكرها، لكن بالساعات الأخرى إحنا لازم نذكر الدقائق بعدين نذكر كم الساعة. كثير سهل الموضوع وما في أي خربطة. أوكي. أوكي. Now. قبل ما أكمل باقي الساعات بدي أحكي شغلة مهمة جدا وهيها موضحة بالصورة اللي قدامكم. إنه دائما الجهة اليمين من الساعة هي past. ما معنى past؟ معناها و، يعني الدقائق بتكون و، يعني مثلا ودقيقة ودقيقتان وخمس دقائق، خمسة، عشرة، وربع، وثلث، وخمس وعشرون دقيقة. بتكون الساعة كاملة ودقائق فوق الساعة، لكن الجهة الشمال من الساعة هي تو. تو بمعنى إلا. إيش معنى تو؟ معناها إلا. إذن past و تو إلا. هون العكس، الساعة لسه ما كملت، أنا لسه ما صارت عندي الساعة أربعة، ضايل عشر دقائق وبتصير أربعة، إلا عشر دقائق.
أوكي ما رح نتطرق الموضوع هلأ، خلينا نكمل quarter past and quarter to. لكن دائما وأبدا الجهة اليمين من الساعة هي past والجهة الشمال هي to. هاي الجهة كلياتها كل الدقائق موجودة هون إلا وهون و. أوكي خلينا نتطلع على quarter past. quarter بمعنى ربع. هلا خلينا نشوف كم دقيقة في quarter. خلينا نشوف من عند 12 من نبلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. في 15 دقيقة لما نوصل لعند الثلاثة هون number 3 بمعنى 15 دقيقة. كل ما نمشي رقم احنا بنمشي 5 دقائق بالساعة، فهون عندي انا 3 بمعنى وربع، وربع اللي هي 15 دقيقة. لما انا اجي اطلع على الساعة هون اذا كان عندي المينت هاند العقرب الطويل على، خليني شوي امسح عشان يكون واضح لكم، تمام. لما يكون عندي مينت هاند على 3 وخلينا على 4 بكل الحالات، ما بدنا نغير عشان ما تتخربطوا. هلا اذا حكيت لكم what's the time، the time is it is quarter past 4. الساعه 4 وربع، 4 وربع quarter past 4. what's the time now؟ yes it's a quarter past 4. excellent. okay now نروح على الجهه الثانيه من الساعه quarter to. quarter to بمعنى إلا، إلا okay now لو نطلع هون أحكي لكم مثال على ساعة معينة بدنا نرسم العقرب الطويل اللي هو زي ما حكينا minute hand عقرب الدقائق وخلي الفور على مكانها. what's the time now؟ yes excellent quarter to four. quarter to four. Excellent. Quarter to four.